السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين بيل خالف مني، مباشرة سفينة تايتانيك العملاقة. الشيء الذي سنفعله في هذا المقطع هو أننا سنحاول العراك ضد المخلوقات الفضائية فوق من سفينة تايتانيك، وسنحاول حماية سفينة تايتانيك، وفي نفس الوقت سنكتشف كيف ستفعل سفينة تايتانيك. هل ستبقى على قيد الحياة ولن تنفجر ولن تنكسر ولن تغرق ضد المخلوقات الفضائية، أما سيحدث بالضبط؟ سابقا قامت المخلوقات الفضائية بالهجوم على خريطة سان أندرياس واستطعنا القتال ضدهم، وصراحة قمنا بتدميرهم، لكنهم خطيرون جدا. جاءوا بمركبتهم وبدأوا في تسديد، لديهم قدرات خرافية في إمكانهم جذب الناس، استطاعوا جذب مرارا وشكرا في ذلك المقطع. إذا لم تشاهدوه فأنصحكم أن تشاهدوه، لأن هذا المقطع ممكن أن يكون جزءا ثانيا بالنسبة لذلك المقطع الآخر. جئت لسفينة تايتانيك العملاقة وسنبدأ الهجمة الأولى الآن. لكي نستطيع بدء الهجمة فيجب علي أولا تشغيل المود الخاص بالمخلوق الفضائي. أول شيء سأفعله سأبدأ بـ UFO 1 وراقب الشيء الذي سيحدث يا أصدقاء. مشكل، نسيت المشغل الحياة الدائمة، مباشرة دمروني ومباشرة قتلوني. وبداية المعركة الشرسة، لقد جاء الـ UFO. أين هو بالضبط؟ لا أعرف، لكنه بدأ في التسديد. في البداية استطاع إصابتي مباشرة، لكن في هذه المرة لم يصبني، وأصلا قمت بتشغيل الحياة الدائمة، لأن صراحة طريقة تسديد هذا الـ UFO فإنها خطيرة. لست متأكد أين هو بالضبط وأين ذهب. في هذه الأثناء عندما أردت منه تحديني لقد ذهب واختفى. هو يسدد، لازال يسدد يا رفاق على السفينة. لحد الآن سفينة تايتانيك فإنها لم تتأثر، وهذا شيء جميل. هو UFO، لقد رأيته أخيرا. راقبه، هو يتجول. لقد قام بإغراق سفينة، هذا الشيء لا يعقل. راقبوها. يا سلام، ضربها بجسده. UFO ضرب السفينة بجسده واستطاع إغراقها. وبالنسبة UFO فإن لازال يتحرك عادي جدا، لم يحدث له أي شيء، وهذا أمر عجيب. انتظروا نكشف الهيلت الخاصة بالسفينة. لا، لم يغرقها يا رفاق، الهيلت لازالت فيها 1000، يعني أن السفينة لم تصاب. بعدما قام المخلوق الفضائي بالمرور بالقرب منها، الشيء الذي حدث هو أن السفينة لقد غرقت، لم تستطع تحمل السرعة أو الريح التي أنشأتها المركبة الفضائية فغرقت. في إمكاني على ما أعتقد إصلاحها يا رفاق، أتوقع ذلك، لكن يجب علي سياقتها أولا. وبالفعل استطعت إعادتها. شاهدوا، لقد عدت يا رفاق ووقفت فوق بالمركبة الفضائية. المركبة الفضائية الآن فإنها تحاول إغراقي، لكنها مع الأسف لن تستطيع إغراقها. جاتهم لأنني متحكم جيدا في سفينة تايتانيك. الآن سننزل وسنقوم بتدمير ذلك الـ UFO نهائيا. لا أترك يا رفاق لكي يفعل فعلته التي فعلها. مشكل، لقد أسقطني، هذا لا يصدقه العقل. الآن يا سلام، لم أصب على ما أعتقد. ممتاز، علي تسديد عدد هائل جدا من الصواريخ عليها لكي أستطيع إصابتها قبل أن يصيب هو سفينة تايتانيك وقبل أن يقوم بإغراقها. سفينة تايتانيك لحد الآن فإنها رائعة جدا، لديها 1000 الهيلت. لا أتوقع بأن المخلوق الفضائي سيستطيع تدميرها بسهولة، لكن اتجه لها هذه الضفة الأخرى. مشكلة السفينة هي أن فيها الكثير من التفاصيل، وذلك الـ UFO في أغلب الأحيان فإنه سيهرب منكم، لن تستطيعوا التسديد عليه. هيا دمره. يا سلام، ممكن أنني اقتربت من إنهائه. روعة جدا، أصبته. روعة يا رفاق، أنهيته. راقبوا، اشتعلت فيه تلك الأضواء، أضواء التحذير. نعم، أصابناه وأنهيناه وقمنا بتدميره. وهنا نستنتج أن UFO 1 في إمكانكم تفجيره يا رفاقي قبل أن يقوم بتفجير وتدمير سفينة تايتانيك. في المرة الأولى حدث فقط جليتش وسفينة تايتانيك انقلبت. الآن سأظهر 3 سفن وسنكشف هل تستطيع سفينة تايتانيك تدمير 3 سفن فضائية أم لا. قمت باستدعاء 3 UFOs. مشكل، بدأوا في التسديد يا رفاق، هذا لا يصدق، لقد أصابوني. الشيء الذي علي فعله لكي أحصل على الأدفانتج هو أن يجب علي تسديد روكيت لانشرز بسرعة. جذبوني. لا، راقبوا سفينة تايتانيك، بدأوا في التسديد عليها. هم يحاولون جذبها، انتظروا. لقد قاموا بإغراق نصفها، هم الآن يحاولون التركيز علي. أنا كذلك، هم في صدد جذب. شاهد، لا أستطيع تحكم في الباراشوت بشكل جيد، هذا لا يصدق العقل. ابتعدوا عني. لكن سفينة تايتانيك رغم أنها اقتربت من الغرق لم تغرق بعد. شاهدتموهم الكلاب، هم الآن في صدد التسديد علي. لدينا 3 UFOs. UFO 3 لست متأكد أين هو بالضبط، ممكن أنه موجود أسفل من البحر، وهم الآن لا زالوا يلحقون بي. سأحاول يا رفاق اكتشاف استراتيجية ما، ومحاولة تدميرهم بهذه الطريقة أو محاولة النزول، لأنني عالق الآن في هذه المنطقة. نعم، ها UFO الثالث لقد ظهر، شيء رائع. سنتجه نحو سفينة تايتانيك لكي يركزوا كذلك على السفينة.
طريقة سياق الباراشوت بأنه مضايقة جدا. والمشكل هو أنني لا أستطيع يا رفاق النزول للأرض، لقد علقت حدث جلاد. مخلوقات الفضائية استعملوا أحد قدراتهم الخاصة وهم الآن يحاولون إبقائي في السماء، لا يريدون مني النزول نهائيا للأرض، ولا أستطيع النزول ولا فعل أي شيء. شاهدوا أنا متوقف، لا أفعل أي شيء في لعبة جي تي أوف معي، وفرانكي فإنه يطير في الهواء. أثرت عليه تلك المخلوقات الفضائية، عدت للسفينة بنجاح باستعمال المضاد بطبيعة الحال لأنني لم أستطع فعلها بنفسي. أين هم؟ صوت جاي من هنا من هذه الضفة. نعم بالفعل لقد رأيتهم. الشيء الذي سأفعله في هذه الأثناء لكي أستطيع تدميرهم بسرعة، لأن من ناحية الأيمن فإنهم يتحركون من الصعب إصابتهم، هو أنني سأعطي لنفسي. انتظروا أولا، سنقوم بقتل 3 يو اف اوز وسنكتشف هل سيدمرون السفينة أم لهم الآن يحاولون جذبي. هذا لا يصدق العقل. من الصعب يا رفاق التحكم في شخصيتكم إذا حاولوا جذبكم. حسنا سأحاول الوقوف فوق من السفينة في هذه الضفة لكي أعطيها قليلا توازن وسأكتشف. مشكل لقد أغرقوها. 3 يو اف اوز استطاعوا إغراق سفينة تايتانيك العملاقة لكنهم لم يستطيعوا تدميرها، لازال لم يدمروها بعد. النيران بدأت تشتعل، استطاعوا إشعال النيران فيها. حسنا خذوا يا أيها الكلاء. أوه المياه، جاءت المياه، هذا لا يصدق. بالفعل 3 يو اف اوز في إمكانهم إغراق سفينة تايتانيك. أوه جذبوني كذلك، هذا مشكل كبير. نقف هنا في هذه المنطقة من السفينة. هيا قف 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 قف، حاولت واو لو اف اوز فإنهم خطيرون، من الصعب العراك ضدهم إذا كنتم فوق من سفينة ليست مستقيمة وغرق نصفها، فإنكم لن تستطيعوا فعل أي شيء لهم. شيء نصف السفينة لقد غرق ولا زالوا يسددون عليها، هذا شيء غريب. الشيء الذي سأفعله في المرة القادمة هو أنني سأجمد السفينة في مكانها لكي لا يستطيعوا تحريكها ولا إغراقها، لأن هذه السفينة منطقيا عليهم عليهم تفجيرها كما قلت لكم، لأن السفينة لا زالت قوية جدا. المشكلة هو تلك الجليتشات الخاصة بهم هي التي فعلت هذه الأمور في السفينة، لكن السفينة ستعود. راقبوها راقب. أوه دفعتها تلك المركبة الفضائية، خرجت من الأرض ودفعت السفينة. السفينة اشتعلت فيها قليل من النيران فقط، لكن السفينة لم يحدث لها أي شيء، الهيلث لازالت فيها جيدة جدا. لهذا السبب علي تجميدها لأني لا أريد منها أن تغرق حتى يتم إصابتها. أين أنتم يا أيها المغفلون؟ نحاول تدمير هذا الشخص، أتمنى فقط ألا تتزعزع السفينة الآن وألا تغرق حتى نقوم بتدمير ذلك المغفل. ممكن أنني أصابته لأن طريقة تحركه. نعم بقي فقط 2 من اليو اف اوز. أين أنت يا أيها اليو اف او المغفل؟ أين أنت؟ ها واو ممتاز، دمر أحسنت. هيا تريد الهروب؟ لن تهرب لأي مكان. مرة أخرى لقد قاموا بإغراق السفينة، لكن حقيقة السفينة موجودة لأنها لو غرقت لما استطعت المشي نهائيا فوق منها، لكني لازلت أستطيع، وهذا هو الدليل الذي يبين على أن السفينة لازالت جيدة جدا ولازالت لم تغرق. راقبوا الشيء الذي سيحدث إذا قمت بحملها بهذه الطريقة. شاهدوا ستنزل وستقف عادي جدا، وهنا نستنتج أن 3 يو اف اوز فإنها لا تساوي أي شيء ضد سفينة التايتانيك العملاقة. سفينة التايتانيك العملاقة فإنها لن تتأثر وستبقى حية. الآن الشيء الذي سنفعله هو أننا سنقوم برفع المأمورية لخمسة يو اف اوز وسنكتشف ما سيحدث، لكن قبل هذا سأختار فروزن ان بليس بالنسبة لسفينة تايتانيك لكي لا تتزعزع يا رفاقي الأوفياء، لأنني أريد اكتشاف الأمر بعد تفجير سفينة تايتانيك. منطقيا يجب على السفينة أن تتحول تصبح سوداء، وبعدها إذا قمت بحذف الفروزن ان بليس ستغرق، وكذلك سنسهل علينا مأمورية عدم الزعزعة وسنبقى واقفين هنا وسنحاول إنقاذ سفينة تايتانيك. الآن سنختار نو ريلود لكي لا نفعل ريلود، وبهذه الطريقة فإننا سنختصر على أنفسنا بعضا من الوقت أثناء العراك ضد المخلوقات الفضائية. لحظة إظهار الآن 5 يو اف اوز. واو لقد جاءوا بدأوا في التدمير، عليه الإسراع عليه الإسراع وإنقاذ السفينة. أول شيء يجب رؤيتهم أصلا. نعم ها هم بام هيا. واو لقد اخترت نو ريلود، كيف هذا؟ مشكل، عليه تفعيل خاصية أخرى يا رفاق. اوه قاموا بتدميرها، راقبوا راقبوا. واو 5 يو اف اوز دمروا سفينة التايتانيك، هذا شيء لا يعقل. يا سلام 5 يو اف اوز سيدمرون سفينة التايتانيك نهائيا، واصبحت السفينة جمرة سوداء. اذا قمت بحذف الفروزن ان بليس فانها ستغرق. ياي هذا شيء خرافي، راقبوها لقد غرقت. واو وهنا نستنتج يا رفاق 5 يو اف اوز فانها ستستطيع تدمير سفينة التايتانيك بسرعة البارقة. 5 سفن للمخلوقات الفضائية استطاعت تدمير سفينة التايتانيك بسرعة كبيرة. الشيء الذي فعلته هو انني قمت بتشغيل احد الموضات، وهذا المود سيسمح لي بالتسديد بسرعة كبيرة. الشيء الذي سنفعله يا رفاق هو انني ابتعدت نهائيا عن سفينة التايتانيك لكي لا تحدث لي جليتشات ولكي استطيع محاولة انقاذها
لكن سنقوم بإظهار عشرات سفن للمخلوقات الفضائية وصنعت عرق ضد عشرة. وضعت نفسي فوق من السفينة لكي تصيبها الرصاصات الخاصة بالمخلوقات الفضائية، لأن المخلوقات الفضائية فإنها ستحاول الهجوم علي أنا، لكنني أريد منها أن تصيب كذلك السفينة لكي نكتشف قدرة تلك السفينة على التحمل. وهيا لكي ننطلق. راقب الشيء الذي سيحدث الآن، قد بدأوا في التسديد علي لكن لست متأكد أين هم. هو فوق مني مباشرة، شاهدوا كيف هذا، أصبحت سوداء. لست متأكد، لكن الشيء الذي أنا متأكد منه هو أنني سأقوم يا أصدقاء بالتسديد بسرعة كبيرة بهذه الطريقة. الانفجارات فإنها ستكسر، لكن الشيء الذي سيكسر كذلك هو أنني سأقوم بتدمير الإف أوز بسرعة أكبر. هيا صديقي أحسنت، Let's go let's go. دمرهم دمرهم دمرهم. أو مشكل، استطاعوا إنزال الكلاب. كلاب لقد أنزلوني وجذبوني. أتساءل الآن ما الذي حل. واو، دمروا يا رفاق سفينة التايتانيك. أكيد سيدمرون، يعني أنا تخيلوا خمسة فقط وقاموا بتدمير سفينة التايتانيك، فما بالكم بعشرات UFOs، عدد هائل جدا من UFOs. على الأقل سفينة التايتانيك استطاعت تحمل الأمر شيئا ما فقط وليس كثيرا. في هذه المرة بالضبط سأعطي لسفينة التايتانيك الحد الأقصى من الهيش. لست متأكد ما هو الحد الأقصى، هو 99,999، وسنكتشف هل ستستطيع الصبر بعد إعطائي هذا العدد الهائل جدا من الهيث لها. يجب علينا التأكد أولا من أنها موجودة أسفل من تلك البوكس الخاصة بنا. بهذه الطريقة الشيء الذي سأفعله كذلك، بما أن المخلوقات الفضائية لديهم قدرة الجذب ويستطيعون جذبي، هي أنني سأقوم بتجميد نفسي في هذا المكان. سأتي إلى هنا للجانب. الشيء الذي سأفعله هو أنني سأجمد نفسي في هذه المنطقة لكي لا يستطيعوا جذبي ولا فعل أي شيء. إذا استطاعوا جذبي يا رفاق فإن الأمر سيكون خطير جدا، لأن أغلب الموضات فإنها لا تستطيع تحدي مود المينيو ولا تستطيع فعل أي شيء لكم. أنا الآن جمدت نفسي في هذه المنطقة، لا أستطيع لا التحرك ولا أي شيء، لكن في إمكاني استعمال الأسلحة عادي جدا. الشيء الذي سنفعله الآن هو أننا سنقوم بإظهار 20 مركبة فضائية. الحد الأقصى الذي في إمكانكم إظهاره بهذا الموضة هو 20 مركبة فضائية. إذا تعديتم ذلك الحد فإن اللعبة ستتوقف يا رفاق. ونحن أظهرنا 20، وهي لكي نبدأ في التدمير. واو، هذه 20 سيبدأون في تدمير بعضهم البعض، أنا متأكد. وقاموا بتغطية نهاية السماء، الشمس لا أستطيع رؤيتها، هذا شيء خرافي وجنيني. انتظروا كشي، لا أستطيع نهاية رؤية سفينة التايتانيك. لكي أرى هذه السفينة لازالت على قيد الحياة أم أنهم قاموا بتفجيرها. المهم ما سنفعله هو أننا سنركز عليهم بهذه الطريقة وسنقوم بتدميرهم. راقبوا راقبوا راقبوا، لقد استطعت تسديد عدد هائل جدا من روكيت لانشرز. أنا متأكد أنها علي تدميرهم يا رفاق في هذه اللحظات. على الأقل يجب تدمير UFO واحد أو ثلاثة، لست متأكد. المهم أنا مستمر في التسديد. وقاموا بتدمير السفينة، شاهدوا، رغم أننا قمنا بإعطائها الحد الأقصى في الهيل 99,999، لكن السفينة المسكينة لقد تم تدميرها UFOs، لازال هناك 20 UFO لم نعم تم تدمير واحد على الأقل، لم أستطع تدمير 20 UFOs، وهذا أمر غريب صراحة. سنحاول تشغيل نوريلود في هذا السلاح لكي أستطع التسديد بسرعة أكبر. رغم كل هذا فإن سيفعل الريلود، رغم أني لا أفعل الريلود لكن ستظهر الأنيميشن. وبقيت 16 UFO فقط بالنسبة للسفينة، لقد تم تدميرها نهائيا. وهنا نستنتج أن المخلوقات الفضائية ومركبتهم خطيرة جدا، لديهم أسلحة مطورة علينا، لن نستطيع يا رفاقي تدميرهم ولا فعل أي شيء لهم. وإذا قمتم بفعل تحدي ما بينهم وما بين سفينة التايتانيك، الشيء الذي سيحدث ببساطة هو أن سفينة التايتانيك يا رفاقي سيتم تدميرها. وراقبوا الشيء الذي حدث بعد وصولي لهذا المكان. المخلوقات الفضائية لقد قاموا بتفجير جميع السيارات، ليس باليد حيلة. أنا متأكد أنهم سيقومون بتفجير بعضهم البعض كذلك في هذه اللحظات. اختبأت أسفل من هذا الكيوسك لكي لا يستطيع حملي، وأنا الآن في صدد تدميرهم وإنائهم إذا استطعت. وبعد معاناة طويلة استطعت إنائهم. يا سلام، واو، دمار شامل حدث في خريطتي لوس سانتوس. لكن أعتقد بأنني سأكتشف فقط بهذا في هذا المقطع، لقد اكتشفتم الشيء الذي سيحدث. إذا قمتم بإظهار سفينة مخلوقات فضائية واحدة فإن سفينة التايتانيك ستنجو، لن يحدث لها أي شيء. وإذا قمتم بإظهار ثلاثة سفن خاصة بالمخلوقات الفضائية، سفينة التايتانيك كذلك ستنجو، لكن مباشرة بعد إظهار خمسة سفن خاصة بالمخلوقات الفضائية فإن سفينة التايتانيك لم تستطع نهائيا تحمل الأمر وتم تفجيرها في ثواني معدودة. أما بالنسبة لتحدي العشرة وعشرين سفينة، أردت فقط اكتشاف الأمر، وحتى ولو قمتم بإضافة 99,999 في الهيلة الحد الأقصى
أقصى لسفينة تايتانيك، فإن 20 سفينة خاصة بالمخلوقات الفضائية بأسلحتهم الفتاكة بجميع أنواع أسلحتهم الفتاكة فإنهم سيقومون بتدميرها في رمشة عين. ونسنكون قد وصلنا لنهاية هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. إذا أردتم الحصول على تيشيرت ميل هذا ادخلوا الديسكريبشن. وحتى ذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا بين السلام وخير ختام.